السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البطاطا بطريقة مختلفة وبطريقة سهلة. نبدأ ونقول بسم الله ونشوف هنجهزها مع بعض ازاي. في البداية هنغسل البطاطا كويس، وبعد كده هناخد البطاطا نحطها في ورق زبدة ونلفها بالشكل ده. وبعد ما قفلت البطاطا كلها بالشكل ده ادخلها فرن ساخن مسبك درجة حرارة عالية. بيكون شكل البطاطا بعد ما خرجت من الفرن. ودلوقتي نبدأ نفتح البطاطا بالشكل ده. نبدأ نعمل البطاطا بالشكل ده، نضيف عليه. ودلوقتي هنضيف عليها الايس كريم. ودلوقتي هنضيف عليها صوص الكراميل. دلوقتي هنضيف عليها اي نوع مكسرات موجودة عندكم، فستق او اي نوع مكسرات. طبعا نقدر نعمل البطاطا باي حاجة احنا بنحبها، نوتيلا او لوتس، كريمة اللوتس او اي نوع احنا بنحبه نقدر نعملها بيها. طبعا بالنسبة للميكس السخن على الساعة بيكون حاجة وهم جدا وطعمها تحفة. وده الشكل النهائي للبطاطا المكرملة بالايس كريم. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.